شركة الإمارات العالمية لخدمات المنشآت شركة رائدة في صناعة إدارة المرافق، تقدم منتجات وخدمات تلبي أو تتجاوز توقعات العملاء، بالإضافة إلى الحلول المتكاملة لإدارة المرافق. وتهتم الشركة بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وفريق من الفنيين على قدر كبير من المهارة. The facility management is عادة ما تتأسس وتتكرس إدارة المرافق لتقديم الدعم للناس، كما تضمن توفر الأداء الوظيفي والراحة والأمان والاستدامة والفعالية في المباني، بينما نأخذ في الاعتبار البنية التحتية المحيطة بها. وعليه تعد إدارة المرافق المفتاح الأساس لتعزيز دورة حياة الممتلكات العقارية. بإمكاني أن أبسط أكثر مفهوم إدارة المرافق، هي المفتاح الرئيس لإطالة حياة الممتلكات العقارية، ففي حال لم تتوفر أي صيانة لهذه الممتلكات ستكون مدة حياة المباني قصيرة جداً. كما تقدم شركة الإمارات العالمية لخدمات المنشآت حلول صيانة المباني المستدامة وحلول المرافق الصديقة للبيئة. الإمارات العالمية لخدمات المنشآت نقوم بتقديم خدمات تنظيف بمعايير عالمية، وموظفين مدربين على شهادات بيكس اللي هي بريطانية، واللي تتبع فيها عدة إجراءات خلينا نقول التنظيف وبروتوكول إجراءات التنظيف سواء تكون الداخلية ولا الخارجية، ومن ضمنها هي نقاط الأمن والسلامة المتبعة فيها للحفاظ على الموظفين، الحفاظ على بيئة العمل نفسها. هذه كلها تعتبر إجراءات دقيقة جدا وإجراءات خلينا نقول دولية احنا كإمارات العالمية خدمات المنشآت احنا نتبعها. الجدير بالذكر أن خدماتها تتنوع ما بين خارج المباني وداخلها، وبفضل سمعتها الطيبة في تقديم الحلول المتخصصة، الإمارات العالمية لخدمات المنشآت تصمم خدماتها لتحسين الكفاءة وتلبية احتياجات العمل الديناميكية لعملائها، مع التركيز على تعاقدات الهندسة الكهربائية والميكانيكية.